طبعا اللاعب السابق لاتكاك الحديد السفيقسي واللاعب الحالي للاتحاد المنستيري فراس الاحيان. قبل كل شيء مرحبا بك فراس على السكنتونات. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي تعرفوا. فراس نحكي وانت ابن الرالوي، الرالوي يمر بصعوبات كبيره في فرع كره السله، وسمعنا انه الفرع تحل. انت كلاعب سابق والرالوي ولاد اللاعبين خاصه في فرع كره السله، لازم تقول في الموضوع هذا فراس. والله انا عندي توفيق 3 سنين اللي فات على سكك الحديد الصفاقسي، مي قعدت نتابع في الاخبار عن طريق الانترنت وفيسبوك بصفه خاصه. الوضعيه الحاليه اللي يمر بها الفريق بصفه عامه، معناتها كره سله ولا كره قدم، وضعيه خايبه على الاخر، وواحد يتحس في نفسه هكا جماعي كيفاش وصلت لها الوضعيه اللي وصلت لها، وخصوص خصوص حلين فرع كرة السلة. شيء أسف فريمون، معناتها شيء أسف كيفاش جمعية عريقة كما الرلوي فرع كرة السلة يتحل، وهي اللي أنجبت العديد من اللاعبين كما نقولوا، فيهم اللي نصتوا ديرنييرمون في البطولة الإفريقية اللي تنظمت في تونس في أوت، منهم حمدي براع ومختار عيازة، فيهم اللي معناتها ما حالفهمش الحظ ووصلوا للمنتخب برشا جوهرات. الله يهدي اللي كان سبب، وان شاء الله في اقرب الاوقات يرجع فرع كرة السلة بجميع الاصناف نتاعه، ويرجع ينافس على الصعود الى الوطني ان شاء الله. لكن في راس حبنا نحكيو على كرة السلة في صفاقس، بعد حلين صفاقس الحديد الصفاقسي ما بقى كان كرة السلة، مش نحكيو على كرة السلة فتيات اليوم النادي الرياضي الصفاقسي، باستثناء السيسيس ما عادش فما كرة سلة في صفاقس. بون انت حكيت على الفتيات، فما ذكور صغار. ما كان صحيح، فما كان الرياضي الصفاقسي عندهم زاد فرع نتاع اولاد قاعد يتكون بشوية، بداوا بالاصناف الصغيرة المدارس الليكول والمينيم، وفما زاد فريق الملعب رياضي الصفاقسي اللي هو الوزير عنده، معناتها ينشط الدرجة الثانية، بما ان فريق السكك تحل، دونك جميع اللاعبين حولوا الى الملعب الصفاقسي. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في تكوين فريق جيد يلعب بندي على الصعود الوطني ان شاء الله. تحطنا نحكيو على الاتحاد الرياضي المنستيري اللي مش يحتل المرتبه الثالثه في المرحله الاولى من البطوله، ناقصوا مباراه. ما زالت البطوله طويله للاتحاد المنستيري، لو كان مش قلنا كيفاش التحضيرات نتاعكم توفيق. بون احنا التحضيرات كما يعرفوا الناس الكل، عندنا تواجور من اللي روحنا من دبي، عملنا تورنوا بطوله عربيه كانت في مرتبة رابعة، عملنا مرتبة رابعة كانت نتيجة جيدة معناتها بالنسبة لنا وبالنسبة للجمهور. لعبنا البارح ضد رادس اللي هو المنافس الأول لنا في المجموعة، ربحنا الحمد لله 3 نقاط، فمازلنا تنقصنا مباراة إن شاء الله نربحوا ونوليو في المرتبة الأولى مع النجم الراسي، دونك تبقى لنا 4 مباريات أخرين مش نحاولوا نربحوهم أكيد الكل. ما نستناوش شي هكا عاصره من نجم الرياضي الساحلي، نجم الراتي، باش نتكلاسيو احنا الوالا ونلعبوا على نقطه الحوافز ان شاء الله.